بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا، انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين، ما بين فريق حياة وفريق الأزوري. تقدم فريق الأزوري بهدف في الثواني الأولى من الشوط الأول عن طريق اللاعب عبد الله السلامة. أتى التعادل لمحمود بهبهاني، التعادل الإيجابي. كما نتابع هنا المتابعة، يا الله يا الله على هذا الهدف، يا سلام على هذا الهدف من اللاعب أحمد شعبان اللاعب المميز. لاحظ الإعادة، تابع الانطلاقة، تابع أخذ الأماكن الممتازة لأحمد شعبان، يسجل هدف الثاني لفريق حياة بعدما كان متأخرا في هدف، ولكنه عاد إلى أجواء المباراة وتقدم بهدفين مقابل هدف. الكرة منقولة، محاولة إلى الأمام، فهد السهلي، شاري منصور، محاولة أيضا مناحي وفي خطأ، خطأ لصالح فريق الأزوري، خطأ لصالح فريق الأزوري، وإلى منطقة المتاحة. كما نتابع ناحي هادي العجمي لاعب نادي الشباب ومساعد مدرب نادي الشباب، وأيضا تضيع إلى خارج أرضية الملعب حارس المرمى، وبتوجيهات من المدرب، مدرب فريق حياة حسين شعبان المدرب المميز، حسين شعبان القائم على تدريب فريق حياة إلى الآن. تأخر أي نعم بهدف، ثم تقدم بهدفين مقابل هدف. كرة منقولة، محاولة، فهد السهلي الآن إلى الأمام، يا الله يا الله على ضياع الفرص، يا الله على ضياع الفرصة. لاحظ الإعادة، تابع، استمتع بهذه الفرصة، لاحظ التمرير من مناحي والتسديد من فهد للسهلي، يضيع هدف التعادل. مباراة مميزة، مباراة إيجابية في الشوط الثاني، أفضل في الشوط، أفضل من الشوط الأول. كرة منقولة، عبد الله السلامة، محاولة إلى مناحي الآن والتسديدة، ولكن إلى خارج أرضية الملعب. مناحي هادي عامل يعني سبورت في الشوط، في المقدمة في الهجوم. هنا المتابعة، مناحي هادي إلى عبد الله السلامة، شاري منصور، حول فهد السهلي الآن، ولكن ضياع الفرص إلى خارج أرضية الملعب. يضغط فريق الأزوري في هذه اللحظات. هذا اللاعب كما ذكرت لاعب نادي الشباب ومساعد مدرب نادي الشباب. هنا تسديدة ولكن إلى خارج أرض الملعب، يعني الدور الذي يسير فيه محمود حيدر هو نفس الدور الذي يتألق به المناحي. لاحظ مناحي ليدر في هذا اللقاء، فريق الأزوري، فهد السهلي، محاولة إلى عبد الله منصور الآن إلى مناحيها الآن، كرة منقولة، ولكن أيضا يتخلص مبعدة محمود باباري الآن، يا الله يا الله على هذا اللاعب، يا سلام على محمود باباري، يسجل هدف الثالث. لاحظ أيضا الفرص التي تستغل من هذا اللاعب محمود باباري. محمود بهبهاني لاعب المميز يستغل بالثلاثة الآن، ثلاثة مقابل واحد، يعني فريق الأزوري تقدم بهدف، ثم تقدم فريق حياة بفضل هذا اللاعب محمود بهبهاني.
برافو على محمود، لاعب مميز كما ذكرت لك الدور المميز الذي يقوم به اللاعب محمود بهباري. لاحظوا كرات الخطأ، لاحظوا البطء الواضح على فريق الأزوري، يعطي أفضلية لفريق الحياة 3-1. الكرة منقولة، مباراة جميلة. لاحظوا الكرة المقطوعة والاستغلال أيضا من هاشم عيدال الآن، ولكن تسديدة إلى خارج أرضية الملعب. برافو على فريق حياة، على محمود بهبهاري وعلى أحمد ربيع لاعب التنس، علي الحرز، عمار شعبان، أحمد شعبان، والمدرب الخلوق والمميز حسين شعبان. كرة منقولة، محاولة وسط الملعب الآن، انطلاقة الآن، يا الله أظن فيها بطاقة إن لم تكن حمراء، أيضا أظن فيها بطاقة حمراء، بطاقة صفراء، ولكن أيضا الدخول الغير إيجابي. لاحظ الإعادة على أيضا على فريق الأزوري. طيب وجهة نظري دخول الغير إيجابي. لاحظ الكرة هنا، التسديدة من هاشم عدال، هنا التقدم من محمود بهبهاني. هنا التسديدة أيضا كما نتابع هايلايت المصغر، هايلايت المصغر. محاولة إلى وسط الملعب، كما نتابع هذا اللقاء. إلى الأمام، إلى عبد الله الزويكي، محاولة 3-1 لفريق حياة على فريق الأزوري. فهد السهلي إلى عبد الله الزويكي، كرة منقولة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. كما نتابع هنا الهدف، لكن يضيع، يضيع على الناحية هذه. كما نتابع الآن في هذه اللحظات 3-1 لمناحي هادي عبد الله السلامة. الآن محاولة فهد السهلي، يلعب في منتصف ملعب فريق حياة. كما نتابع اللقاء، عبد الله الزويكي حاول إلى مناحي هادي، حاول إلى الأمام ولكن إلى خارج أرض الملعب. كرة منقولة، وهنا الهدف الرابع لفريق حياة، 4-1 للاعب أحمد شعبان. أربعة مقابل واحد، عبد الله الزويكي فريق حياة يضرب بقوة، أخر بهدف ثم تقدم بالأربعة. أربعة مقابل واحد، أحمد ربيع
الأولى. حاول إلى الأمام لكن إذا خارج أرضية الملعب. يعلن الحكم عن نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز فريق حياة ب4-1 على فريق الأزوري في هذه البطولة. ألقاكم في اللقاء القادم ديوانية العمر أمام فريق المرحوم محمد الجميل، لا تذهبوا بعيدا. نبارك لفريق حياة فوزه على فريق الأزوري 4-1. يعني كنا توقعنا ان النتيجة تكون فارقة بجول، لان هالفريقين يعني لهم ثقلهم بالملعب، لهم ادائهم الرائع. كابتن سمير شو شفت في هذه المباراة؟ والله كابتن انا تفاجأت اول 16 ثانية سجل هدف عبد الله سلامة. بس كابتن سمير دقيقة، قاعد يكرمون عدنان السيد ابو مايد رئيس قسم الصفحة الرياضية بجريدة الوطن السابق وناب رئيس الاتحاد العربي للصحافة والرياضة، كذلك الأستاذ صادق بدر رئيس قسم الرياضة في جريدة الوطن ومعلق رياضي معروف، نتمنى له التوفيق إن شاء الله. كذلك كان هناك دور بارز من أبو مؤيد عدنان السيد في شارع الصحافة الرياضية، تم تكريمهم من قبل اللجنه المنظمه لدوره المرحوم شملان عبد العزيز الحسن. يستاهلون عم عدنان عم صادق صراحه، ما يقصرون دائما يعني مع اللاعبين ومع الرياضيين. اقول لك كابتن، اول 16 ثانيه سجلوا هدف فريق الازوري، عبد الله السلامه من تسديده طبعا من نص الملعب اخفق فيها عبد الناصر الجميلي حارس المرمى، كان متمركز بشكل خاطئ، يمكن كابتن خالد يقدر يقول شنو الاسباب. انا اتكلم عن ان هذا الجول المفروض يعطيك دفعه خلاص تبلش تسيطر على اللعب وتلعب على اريحيتك، وانت لاعب معظمهم لاعبين صالات ولاعبين انديه يعرفون شلون يديرون الملعب ويديرون اللعب. لكن انا تفاجات انه في نوع من الاستهتار اللي كان من فريق الازوري، ما ادري او عدم تمركز صحيح. تفاجات صراحه في مستوى اليوم فريق حياه، تالق محمود بابهاني واحمد شعبان صراحه اليوم كان في روح قتاليه بالملعب، دفاع على مستوى عالي، وحتى عبد الناصر الجميل عقب الهدف اللي دش فيه الخطا تسبب في انه تصدى لاكثر من هجمه انفراد وتسديدات من خارج السته، اعطت الافضليه حق فريق حياه انه يستمر في ادائه. اضاعوا فرص اكثر من الازوري، خاصه احمد شعبان ومحمود باباني، لكن لو تشوف تسجيل اهداف كلها من المرتدات السريعه، فريق عنده روح قتاليه، عنده استعداد انه يهدف. ومحمود باباني اليوم واحمد شعبان قالوا كلمتهم، 4 اهداف كل لاعب جاب هدفين. طبعا السبب النتيجه انها صارت 4-1 انه عدم استغلال الباور بلاير بشكل صحيح. انا شفت طريقتهم في اخر 4 دقائق.